بنروح لنعرف اكثر عن احوال الطقس، وخاصه نحن بلشنا هيك نشعر ببروده كثير قويه وخاصه بساعات الليل. يا هايدي اكيد يا رشا، رح نكون مباشره باتصال هاتفي مع الاستاذ حسن الجردي لنتعرف على احوال الطقس. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. استاذ حسن، يعني بالفتره الماضيه شهدنا انخفاض بدرجات الحراره، اليوم ما عم نسمع انه في بالايام القادمه في ارتفاع بدرجات الحراره، شو صحه هي المعلومه؟ وخلينا نوضح بشكل عام كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظتنا السوريه. تكرم عينك، بدايه صباح الخير من جديد لك لزميلتك. بالنسبه للاحوال الجويه مثل ما تفضلتي وذكرتي، نحن بالجزء الاول من فصل الخريف والحمد لله السنه كانت بدايه مبشره وخيره. الامطار بلشت الحمد لله منذ البدايات الاولى لفصل الخريف، وهطولات كانت جيده ومتميزه بالمناطق الساحليه بالشماليه الغربيه وصولا الى الوسطى. اغلب المناطق الحمد لله كان فيها هطل مطري خلال هذا الجزء الاول، باستثناء المنطقة الشرقية كان فيها الهطل حتى الآن قليل ونادر جدا بأجزاء من هذه المنطقة فقط. هلا بشكل عام نحن بلشنا نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في عنا عم يترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا، رح يكون معنا خلال هذه الأيام القليلة القادمة هيدا الأسبوع كلياته تقريبا، رح يكون عنا حالة استقرار تام بالنسبة للحالة الجوية. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ببلغ الذروة نهار الاثنين والثلاثاء بهيدا الأسبوع، حرارة رح تكون أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية، أجواء حارة نسبية في أغلب المناطق إلى أجواء حارة وسلمية رح تكون بالمناطق الشرقية والبادية السورية. هلا اليوم رح نحن نكون عم نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم ترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام عم تستمر درجات الحراره بارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها او اعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. اجواء عم تكون خلال ساعات النهار دافئه وخلال ساعات الليل عم تكون بارده خاصه بالمرتفعات الجبليه، كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقه الوسطى والقلموت. الرياح عم تكون شرقيه لشماليه شرقيه بالخفيفه والمعتدله بالمنطقه الساحليه والجنوبيه، بينما تكون متقلبه الاتجاه وخفيفه السرعه في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 26 درجه مئويه، ورطوبه عم تكون بالمناطق الساحليه مرتفعه عم تتراوح من 60 لل 90%، بينما في المناطق الداخليه عم تكون الرطوبه عم تتراوح من 45 ل 80%. هلا بشكل عام حاله الاستقرار مثل ما ذكرت رح تكون هي سيده الموقف خلال هذا الاسبوع، رح يكون الارتفاع بدرجات الحراره تدريجي ومستمر حتى نهايه هذا الاسبوع لحتى تبلش الحرارات تميل للانخفاض. نعم. من يوم الاربعاء خلال ساعات بعد ظهر يوم الاربعاء بتميل للانخفاض بشكل طفيف. بيكون الانخفاض الاربعاء والخميس باذن الله تعالى، اما الايام من بدايه هذا الاسبوع حتى يوم الاربعاء راح تكون ارتفاع واستقرار بدرجات الحراره الذروه نهار الاثنين والثلاثاء، ومنتصف هذا الاسبوع الاجواء بتكون خلال ساعات النهار اجواء حاره نسبيا بمعظم المناطق، بينما تكون اجواء حاره الى سلميه بالمنطقه الشرقيه والباديه. هلا دائما نحن بنحذر في مجموعه من التحذيرات خاصه بهذه الفتره وهيك اجواء، بنحذر من الفروقات بدرجات الحراره بين الليل والنهار، لانه دائما الاجواء بالليل عم تكون هلا اجواء مائله للهدوء وخاصه بالمرتفعات الجبليه اجواء بارده، بينما خلال ساعات النهار عم تكون اجواء دافئه نوعا ما. بنحذر من تدني مستوى الرؤيه الافقيه بالمنطقه الوسطى والقلمون بسبب تشكل الضباب بهذه المناطق. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 27-17 القنيطرة، 26-14 القلمون المرتفعات الجبلية، 19-8 درعا، 30-16 السويداء، 27-17 المنطقة الوسطى، 15-29-17 حماة، 27-17 الحسكة، منطقة الجزيرة 31-15 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 31-20 بالشمال حلب وإدلب، 27-14 دير الزور الرقة البكمان المنطقة الشرقية، 30-15 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 28-14. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان الجردي على المعلومات اللي قدمت لنا إياها عن أحوال الطقس بالأيام القادمة.